بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نترحم على أرواح شهداء 17 فبراير شهداء ليبيا كافة. طبعا احنا الآن أمام كتيبة شهداء 17 فبراير جالو، نستقبل قوات درع الصحراء درع ليبيا المتجهة نحو الكفرة فض النزاع قائم هناك. طبعا نحن شباب مركز إعلامي الدائرة الإعلامية جالو في جالو، طبعا مقبين الإعلام بداية الثورة في جالو، لنا الشرف يعني أن نغطوا مثل هذه الأحداث يعني، وأن نشوفوا أبناء ليبيا المجاهدين. نتمنى إن شاء الله يفضل النزاع يعني القائم في الكفرة، لأن بصراحة يعني عكر علينا جو الاحتفالات يعني، إحنا في جالو بالذات يعني ما حسيناش طعم 17 فبراير كيف الناس يعني في كل ليبيا. بالنسبة للنازحين عايدة عائلات كبيرة بكر، وصلنا 12,000 عائلة. 12,000 عائلة وصلنا. من مختلف القبائل ولا من مختلف القبائل، في تب وفي زوية. في مجابرة في ولا تب وزوية بس؟ لا في مجابرة أول الناس هذوما وصلوا هنا يعني، النزاع ما كانش شهرة مطلع طول، لكن تب وزوية يعني في نسب متفاوتة يعني، زوية أكثر من تب، لكن في 12,000 عائلة. طبعاً كان في المستشفى الميداني والإغاثة بين جالو والكفرة يعني يسجل في حالات النزوح 12,000 عائلة ما بين يومين يعني. عندكش قصة تقريبية لعدد الجرحى والحالات المستقبلة من والله مستشفى جالو استقبل ما يقارب من 10 حالات خطيرة تم نقلها على السريع لمدينة بنغازي، 10 حالات وصلا موثقة بالصورة إن شاء الله. في المتب وصلت ممكن حالتين، في عائلة سودانية مضرة حتى هي وصلت، وفي يعني اللي وصل نص الطريق وتوفى، في حالتين أظن توفى في نص الطريق حتى أنا وصل. يعني أنتوا بالنسبة لهذا الجالو اللي بالنسبة للوضع اللي في هل هو نزاع قبل كما يقولوا والله أنه هو في تدخل أطراف خارجية؟ والله ما تعرفش، كل في روايات عدة، ما زالت صورة مش واضحة. صورة مش واضحة يعني، في اللي يقول إنه نزاع قبلي، في اللي يقول دخل قوات شادية وما إلى ذلك يعني، ما فيش حاجة بينا يعني صراحة يعني. إحنا قعدنا موقف حياد يعني، ما عرفناش كم الدخل. بارك الله فيك.
الحمد لله على السلام. السلام مغراش برا شيخ جموره شخباركم؟ تمام والله. عليك ساق عليك حبيبي يا بس. السلام مايك. مرحبا هلا. السلام ورحمة الله. الحمد لله يسلمك. الله يسلمك. الله يخليك. ضحايا حرب. حديث يتعوض انت ما تعوضش. الله يسلمك الله يسلمك. الله يسلمك. تنقز بتاعته. شيء وخر وضحك يا من روح حبيبي كم يسولك لا ربك حاولوا جنا وين قصعت عقد؟ صدق علينا في الكتاب. العشاء تمامه. أصلي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه. الاسم يونس أحمد شحات، معاون أمر كتيبة شهداء جالو. نحن الآن بصدد استقبال إخواننا درع ليبيا اللي هم بإذن الله تعالى متجهين إلى مدينة كفرة لتأمين الوضع داخل مدينة كفرة بإذن الله تعالى. والشباب الآن متواجدين في كتيبة شهداء جالو في مدينة جالو، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يسدد خطاهم في هذا الأمر، ونسأل الله أن يعم الأمن والسلام على أرض ليبيا بالكامل، ونسأل الله أن يوفق الجميع وأن يوفق كل من أراد أن يقوم بإطفاء هذه الفتنة، ونسأل الله أن يحقن دماء الليبيين أينما كانوا وأينما حلوا، فهو ولي ذلك والقادر عليه. نفرق معي دم بدري. Thank you.